بيكون في تعديل بسيط. أينما كنتم أحبتنا الكرام مشاهدي القناة الرياضية السعودية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صوتك صورة. نرحب بكم معنا في هذه الحلقة قبل النهائية، في هذه الحلقة بالتأكيد المثيرة اللي بالتأكيد راح تكون مثيرة بقرارات لجنة الحكام، أيضا مثيرة باختياراتكم أنتم كمشاهدين من خلال تصويتكم للمتسابقين. في البداية دعوني أرحب بضيوفي لهذا المساء، ابدا بالكاتب والناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز الغيامه. مساء الخير ابو حمد. اهلا وسهلا فيك، حياك الله، سعيد جدا متواجد مع الزملاء ومع المتسابقين العزيزين. حياك الله، ايضا رحب بالكاتب والناقد الرياضي منصور الجبرتي. مساء الخير ابو فيصل. مساء النور والسرور، سعيد بالتواجد معكم. احنا اكثر سعاده. ايضا رحب بالكابتن صالح الداود. مساء الخير ابو عبد الله. الله يحييك يا فهد، بمسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام وعلى الضيوف الموجودين، واشوفهم ما شاء الله متحمسين، وطبعا الثنائي الحبيب جدا. والله يوفقنا ان شاء الله، انه برضه انه يعني ننصف كل واحد فيهم صراحه، اتمنى ان شاء الله. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، لكن قبل ذلك لابد ان ايضا نرحب بمتسابقين اليوم، بخالد الشلوي وكذلك ايضا بمنيف الشهراني وخالد الرشيد ورامي السلومي. نذكر فقط بآلية حلقتنا لهذا المساء مشاهدينا الكرام. اليوم مثل ما تشاهدون الآن معنا أربعة متسابقين، راح نعلم في البداية عن الشخص الذي حصل على أقل نسبة تصويت منكم أنتم كمشاهدين لهذا البرنامج، راح يغادرنا وراح نودع بالتأكيد في هذا البرنامج. بعد ذلك راح نعلن عن اسم الشخص الذي حصل على أعلى نسبة تصويت، وراح يستمر معنا بالتأكيد في حلقتنا لهذا المساء. تبقى عندنا اثنين من المتسابقين، الاثنين هذول راح يكون مصيرهم ايضا بيد لجنة الحكام، راح يتم اختيار واحد منهم ليبقى مع الفائز معنا اللي حصل على اعلى نسبة تصويت في هذه الحلقة. راح يبقون معنا اثنين ان شاء الله، راح يختار كل واحد منهم موضوع ايضا ما يعرف عن هذا الموضوع، راح يختار كرت موجود فيه موضوع، يختار هذا الموضوع ويتحدث فيه لمدة دقيقة ونص، وبالتالي بعد كذا إن شاء الله راح يكون المجال مفتوح للجنة الحكام من خلال تقييمهم لأداء هذا المتسابق، أيضا من خلال طرح بعض الأسئلة على هذا المتسابق. بالتأكيد نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لجميع المتسابقين. الآن تم إنهاء وقت التصويت لهذا البرنامج، الآن راح انتقل الى الزملاء المتسابقين في الضفة الاخرى من هذا الاستوديو، وانتقل الى ابدا اول شيء ارحب بخالد الرشيد. مساء الخير خالد. خالد شلوي، مرحبا، حياك الله اخوي فهد، قرب المايك. حياك الله اخوي فهد، وانا اسعد وحيا الله ضيوفك الكرام اللي نتعلم منهم الشيء الكثير. انت الحلقه الماضيه جيت من القاهره علشان عشان الحلقه الماضيه تشارك في الحلقه الماضيه، الحلقه اللي قبل الماضيه، اول قبل الماضيه جيت من القاهرة. ورجعت القاهره؟ لا ما رجعت الى الان. اجل الامر اني ان شاء الله افوز وارجع القاهره. اوكي، متفائل بالجائزه ان شاء الله. نذكر فقط بان الجائزه هي عباره عن سياره 2015، ما ندري طبعا من صاحب الحظ في نيل هذه السياره، طبعا بالتاكيد هو واحد من هؤلاء الأربعة المتواجدين الآن معي. أيضاً أرحب بمنيف الشهراني. مساء الخير منيف. مساء النور عليك على الضيوف الكرام على المشاهدين. أنت أكثر واحد اليوم شفتك متوتر. مو بس اليوم، من بداية البرنامج متوتر، لكن إن شاء الله بعد التوتر فوز. طيب ترفع المايك. هذا بالتوتر عادي. أيضاً أرحب خالد الرشيد. أهلا فيك أخوي فهد وضيوفك الكرام وإخوان المتسابقين والمشاهدين. كيف الوضع اليوم؟ أهدى من الحلقة الماضية؟ والله لا والله، توتر يزود كل ما. طيب ايضا نرحب بالمتسابق رامي السلمي. مساء الخير رامي. مساء النور والسرور، مساء عليك اخوي فهد وعلى الاساتذه الكرام والمشاهدين. حياك الله رامي. رامي بدي اسالك عن من خلال ما تابعتها انت في الحلقه الماضيه، هل وجدت التنافس يعني شديد بينكم انتم كمتسابقين في هذا البرنامج او ان الموضوع كان سهل؟ لا مش سهل ابدا، بالتاكيد انه كان صعب وحيزداد صعوبه في المراحل القادمه. ما شاء الله تبارك الله
كلهم كفاءات عالية والله يكتب اللي فيه الخير للجميع. طيب خالد، يعني من خلال المواضيع اللي أنتوا اخترتوها في الحلقة الماضية بتحديد، تكلمني عن أو كلمني عن الموضوع اللي أنت اخترته، هل تفاجأت؟ هل كان عندك يعني تفاجأت من هذا الموضوع؟ كان صعب عليك خصوصا أنك أنت ما حضرت بالتأكيد قبل البرنامج؟ هو لا، المواضيع يعني سهل، لكن التحضير يعني ومدة الوقت، فالواحد يحاول يستعجل بكلام عشان يلحق بالوقت، ولا المواضيع سهلة الحمد لله يعني. وأهم شيء إننا نستفيد من الضيوف يعني، هم يصححون معلوماتنا. طيب أنا بدي قبل ما أعلن عن نسبة، عن الشخص اللي حصل على أقل نسبة تصويت، بدي بس أسأل ضيوفي في لجنة الحكام اليوم تقييمكم لي، أو من تتوقع أن من هؤلاء الأربعة اللي راح يحصل على أقل نسبة تصويت، ولا الأمر صعب عليك؟ والله صعب، صعب أنك تحدد يعني، طالما أن الموضوع يخضع للتصويت فما تقدر يعني. أحيانا ليس الأفضل هو اللي يتأهل، طالما أن الموضوع يختص بالتصويت بين المتسابقين. أبو فيصل، هذا زي سؤال من الأكثر جماهيرية بين الأندية، دائما سؤال شائك وفيه يعني الكثير من الجدل، لكن الشيء الثابت أنه الأربعة يعني قدموا خلال البرنامج عطاءات مميزة، إمكانياتهم عالية جدا، فالله يوفقهم جميعا، والله يوفق اللي يفوز واللي يخسر. ليست هذه نهاية المشوار، أمامك مشوار طويل، حطيت رجلك على الخطوة الأولى وإن شاء الله قدامك 1000 ميل وتصل بإذن الله. كابتن صالح الداود، يعني فاجأوك الشباب في الحلقة الماضية، التوتر عطنا انت طبعا انت اكثر واحد يعني قاعد معهم بعد البرنامج وكنت متوتر اكثر منهم. والله شوف يعني عرفت اللي صار بينه وبين الشباب يعني مودة، وحتى ما شاء الله يعني متواصلين معنا وملاحظين انه مرحلة زي هذه فهد مرحلة تبدأ فيها ايش، انك تكون انت حريص على انك ما يعني ما تظلم واحد فيهم. والله اول ممكن تكون المواضيع بالنسبه لنا يعني شوي سهله او يكون محضر هو، نعم، بس الان دخلنا في مرحله بصراحه مرحله صعبه جدا، وطبعا الشباب يعني الان ثاني حلقه وبيتعودون انه يعني انه الواحد منهم او اثنين حيكونوا موجودين، الثانيين يعني ما خسروا ان شاء الله، في ناس سابقين من زملائهم برضو كان يعني حضورهم جدا مثالي بس ما كان لهم تصويت. فتعرف انت الحين التصويت في بعضهم عنده طرق يمكن يشجع ربعه، زي خالد الحلقه الماضيه ما شاء الله يعني كان عنده نسبه تصويت حسب ما عرفنا انه كان عنده تصويت قوي. يعني عنده تسويق لنفسه بعد. ايه جيد في التسويق خالد. خالد الشلوي. ايه خالد الشلوي. ولا خالد رشيد؟ لا هو خالد وخالد. هناك طبعا حرك ايش اللي هم ربعه في الجوف اللي هو خالد رشيد ويا اهل الجوف وسكاكة، الشباب تحمسوا معه. خالد الشلوي برضه له طرق في التسويق. اثنين ذول بينجحون في التسويق على مسؤوليتي في كل مكان. تتوقع راح يكون في اللي راح يكون هو الشخص اللي حصل على اقل نسبه تصويت راح يكون له رده فعل اليوم مغايره؟ خصوصا انه تبقت حلقه واحده فقط. والله شوف المفروض انه يتقبل يعني صراحه يتقبل، لانه وصل الى مرحله يعني ما تتطلب انك تقول والله المفروض انك كنت استمر. خلاص عندك تصويت، عندك حضور عند اللجنه، وان شاء الله بينصفون كل واحد. يعني ما شاء الله الشباب كلهم يعني في منهم صراحه اللي يجذبك بكلامه وبحضوره، بعضهم ما شاء الله مرح، بعضهم هذا عاد دخلتونا في معمع الان، الله يكون بعوننا بعد. لا بس الاداء للجميع كان جيد. شوف مثل الفريق لما تيجي تتابع مباراه يكون فريقك فيها مثلا مقدم عطاء كويس وخسر، وقتها يعني تتقبل الخساره بشكل بصدر رحب، على عكس لو كان فريقك سيء تبدا عاد تفتح ملفات الرئيس والمدرب والحكم، كل شيء يطلع، كل تبدا تدور كل المسببات. اللي ودعونا في الحلقه الماضيه بالتاكيد مشاهدينا الكرام طبعا هما محمد الجبهان وساري الغامدي، لكن انا بدي خالد الشلوي يعطيني الرياكشن حق ساري الغامدي. انت مثلت بساري الغامدي يوم سمع اسمه انه هو اللي حصل على اقل نسبه تصويت. عشان نمسي على اخونا ساري الغامدي والله يعطيه العافيه، شارك معنا وتعرفنا عليه ونعم الاخ ونعم الرجل. طبعا الرجل كان مكاني الله يكفينا شر المكان. كان الاول من اليسار، فطبعا ما
أول ما أنت زهمت اسمه فكان هو واقف، ما توقع الرجل كان معنا برا خارج الاستديو ما كان يتوقع أنه أقل نسبة تصويت. فلما أنت زهمت ساري كان مضبط الشخصية والرجل عريس ذاك اليوم، فكان قال طلعت برا واسيت معلش ساري، هذه آلية المسابقة. صحيح الحمد لله كلنا فايزين طال عمرك. واليوم أيضا في واحد منكم اليوم في واحد ممكن يسوي نفس الحركة، ممكن يسوي نفس الحركة. كيف؟ يبغى لطاش مطاش ديت فهد. فهد طيب خالد جد يعني الحلقة السابقة يعني كان له حضور صح في التصويت؟ صحيح. إيش السر يعني؟ هذه بيني وبينك يا أبو عبد الله. لا لا والجد يعني أنت لو أنت لو ولا ولا عشان الباقي يعني على أمل إن شاء الله إنك ترى باقي في حلقة تكشف لنا خلاص بيني وبينك أبو عبد الله. طيب قبل ما نعلن عن الشخص اللي حصل على أقل نسبة تصويت ونشوف ردة فعله، خلونا نشوف ردة فعل ساري الغامدي وكذلك أيضا محمد الجبهان في الحلقة الماضية. كنت متوقع خروجك؟ والله يا شيف أنا كنت في قمة التفاؤل وقمة التخوف، يعني لا هذه ولا هذه، أنا كنت حاط أمل كبير وحاط أني أول اللي بيطلعون من بداية البرنامج من أول حلقة شاركت فيه. ما كان عندك ثقة يعني؟ مو ما عندك ثقة، ممكن تكون واثق بنفسك لكن هل تثق بقدرات الآخرين؟ في ناس ممكن يكون أفضل منك، فهمت علي؟ هذه كنت متوقع خروجك من المسابقة؟ لا لا أنا لا والله لا والله، لكن يستاهل الشباب فيهم الخير والبركة إن شاء الله، الله يوفقهم. من تتوقع يحصل على الجائزة؟ الله يوفقهم كلهم، كلهم مشادين حالهم و يعني نقول إن شاء الله الله يوفقهم. كيف تشوف مشاركتي في البرنامج؟ أضافت لك شيء ولا؟ إيه أضافت لي شيء كبير، خصوصا أني مقابل أساتذة كبار استفدت منهم الشيء الكثير، ولكن إن شاء الله نسعى للتطوير بإذن الله مشاركات الجاية بإذن الله. من تتوقع يحصل على الجائزة؟ والله كلهم فيهم الخير والبركة، ولا ودي أقول اسم معين وأظلمه صراحة، لأني والله أني محتار بين الأشخاص كلهم تقريبا نفس القدرات، في بعضهم يتغلب على الثاني بطريقة الأسلوب طريقة الإلقاء، بس ما أقدر أقول لك شخص معين صراحة ما أقدر. طيب كيف تشوف تقييم اللجنة؟ تقييم اللجنة وش فيه؟ من أي ناحية؟ من تقديمك في الحلقة السابقة. كيف؟ ما عليه مقصور، بالعكس قيموا بشكل ممتاز، كل واحد فيه أخطاء وسلبيات بتجاوزها إن شاء الله بإذن الله، وأشكرهم صراحة على شفافيتهم وصراحتهم. كلمة توجهها للمشتركين اللي كانوا معاك وللضيوف. المشتركين أول شيء أني سعيد بأني ارتقيت فيهم، الضيوف الله يعطيهم العافية تعلمت منهم الشيء الكبير، الحمد لله على كل حال، ونتمنى التوفيق لهم إن شاء الله. ضيوف البرنامج الله يعطيهم العافية، سعدت كبار وسعدت بلقائي فيهم، وبالعكس يعني استفدت منهم الشيء الكثير. إذن كانت هذه هي ردة فعل ساري الغامدي ومحمد الجبهان اللي ودعونا في الحلقة الماضية، بالتأكيد كل الدعوات لهم بالتوفيق من خلال الأيام القادمة، ونشاهدهم من خلال القنوات الفضائية كمحللين أو كناقدين رياضيين في أي قناة فضائية. الآن بالتأكيد أطلب من الزميل عبدالله الفراج أن يتفضل زميلنا المعد في هذا البرنامج ويعطينا اسم الشخص اللي حصل على أقل نسبة تصويت، واللي بالتأكيد هو أحد هؤلاء الأربعة، يا رامي يا خالد يا منيف يا خالد أيضا، تفضل وز طيب تعال يعني أنت ناوي توريهم صح؟ ها؟ طيب عبد الله
طبعا عبد الله، طبعا هذا زميلنا عبد الله الفراج. عبد الله كان يقول انا بدي انك تعطيني الكرت اللي راح يشيل او اللي راح يحمل اسم اللي بيفوز بالجائزه الكبرى. يقول لا تعطيني كرت شخص، اسم شخص يودع هذا البرنامج. ليش عبد الله؟ الامانه ودي ان ارفع المايك، ودي انه يفوز يعني. ما ودي اني احطمه ويطلع. طيب الشخص متاكد انت قريت اسم هذا الشخص؟ اكيد انك قعدت معه فتره طويله من خلال اللقاءات. ما توقعت انه بيطلع. اتوقع انه بيتاهل من ضمن الاثنين اللي بيتاهلون بس. وخروجه فاجأ جدا. طيب شكرا لك عبد الله، يعطيك العافيه. طيب بالتاكيد الان راح نعلن عن اسم الشخص اللي راح يودعنا اليوم. راح نعلن عن اسم الشخص اللي بالتاكيد ما ودنا انه يودعنا ولا ودنا انه يفارقنا في هذا البرنامج، لكن بالتاكيد على حسب نظام واليه البرنامج. انا اشوف خالد ما يناظرني. خالد ليش متوتر؟ خالد كيف؟ قرب المايك. ما ودنا والله ان يعني نناظر البرنامج، كان ودنا نناصر لكن توتر يعني لما تعلن النتيجه تعجل علينا. حتى رامي برضه، رامي لا بالعكس، هو ما في خاسر في البرنامج اساسا يعني، هو في التصويت الافضل لا يفوز دائما كمستوى، اللي يحكم التصويت وراء اراء الجمهور، ما في خاسر مره اخرى في البرنامج. منيف تتوقع ان معلومته يعني واقعيه ان الافضل في التصويت دائما لا يفوز؟ ليس دائما الافضل هو يفوز في التصويت فعلا، الاكثر جماهيريه الاكثر تصويت هو اللي يكسب سواء كان هو الافضل في البرنامج او لا. طيب نقول لك هارد لك منيف الشهراني. طاح انك كني قزيت وعبد الله شايلها. شفت كني شفت منيف. نقول لك هارد لك منيف. بالتاكيد منيف انت يعني كسبت اعجاب الجميع، كسبت اعجاب الجماهير من خلال المتابعين لهذا البرنامج. بالتاكيد انت مكسب وبالتاكيد المستقبل امامك، لكن سياسه البرنامج والتصويت هو الحكم في هذا الموضوع. اول شيء ابارك لزملائي ما شاء الله يعني كانوا منافسين شرسين منيف من البداية، وشرف كبير أني أوصل من أفضل أربعة في البرنامج أمام لجنة التحكيم، يعني أتشرف بالوقوف أمامهم يعني في لحظات كثيرة يعني أبدو إعجابهم بي وأعطوني ملاحظات حاولت أصححها، إن شاء الله أني ملت إعجابهم بعد التصحيح ولا زال لدي سلبيات، بإذن الله أنا راح أصحح الغلطات في المستقبل إن شاء الله وأكون عشان أظهر في مظهر أجمل من هذا المظهر. نتمناك إن شاء الله التوفيق منيف. شكرا، يعطيك العافيه منيف. تبي الكرت؟ لا مش بيدي، رجع عبد الله. يعطيك العافيه منيف الشهراني. ابو حمد توقعت منيف يطلع؟ لا والله ما توقعت، يعني يمكن منيف بالنسبه لي يمكن اخر واحد اتوقع انه يطلع. انا ابديت اعجابي فيه يمكن في اكثر من حلقه، احس انه يملك يعني كاريزما الناقد الرياضي، الرجل يملك ثقافة رياضية واسعة جدا. أجمل ما في منيف أنه يعني دائما يدعم آراءه بأرقام وإحصائيات، وهذا هو الأسلوب اللي يقنع المشاهدين. أبو فيصل على عجالة، ما توقعت يعني خروج منيف إطلاقا، لأنه تكلم عن قضية الحكام على ما أتذكر وكان منفعل تجاه الحكام، ضرب أمثلة الحكام. قضية الحكام تعرف قضية جماهيرية يعني كل حاقد على التحكيم يعني في الفترة الأخيرة، فبالتالي توقعت أنه الجماهير تتعاطف معه، ولكن يعني هذه آراء الجماهير. بالتوفيق لمنيف ونتمنى له مستقبل إن شاء الله جيد. طيب أبو عبد الله. والله شوف أنا توقعت منيف. توقعت يطلع؟ إيه توقعت. كيف؟ كتصويت، لأنه في الحلقة السابقة ما كان له تصويت قوي. بعدين قلت لك في اثنين شطار في مسألة التصويت. التصويت. وقلت لك خاد وخاد هذول خطيرين بالتصويت. وبالنسبة لزميلنا رامي السلامي. رامي. حضوره جدا رائع جدا يعني صراحه، يعني هو كشخصيه متوقع انه كله تصويت بناء على طرحه وبناء على انه صراحه قوي في طرحه. طيب الان منيف عاد انا اتوقع انه يكون اعلامي مستقبل. طيب الان راح نعلن اسم الشخص اللي حصل على اعلى نسبه تصويت واللي راح يتاهل معنا وراح يبقى معنا باذن الله في حلقتنا لهذا المساء. ايضا يتفضل الزميل عبد الله فراج مره ثانيه، ولكن لا يحاول انه يوري المتسابقين الاسم. ايوه اوكي طيب يعطيك العافيه شكرا لك. طيب
الشخص اللي حصل محمد بن محمد على اعلى نسبه تصويت فهد وين الكرت في الشاشه؟ اعطيه المايك ولا لا لا اعطيه اعطيه المايك ابو حمد؟ لا اعطيه المايك؟ لا ها؟ اللي بعده نجرب شوف وقف ارجع 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 خطوه ارجع يمين طيب اللي حصل على اعلى اعلى نسبه تصويت هو خالد الشلوي الف مبروك خالد الله يبارك فيك اخوي فهد المره الثانيه ما شاء الله بالتاكيد المره الثانيه الحمد لله الفضل الله سبحانه وتعالى ثم المتابعين اللي صوتوا لي فزي ما قال ابو عبد الله في خطوره في خطوره اذا احتجتني انا داعم يا ابو عبد الله تامر امر طيب وش السر في التصويت اللي عندك ما في سر طبعا اخواني والزملاء والاحباب والجمهور محبينك كثير والله تقدر تقول تستاهل الحمد لله الحمد لله والشكر الحمد لله ارتحت الحين والله انا مرتاح من اول الحمد لله فيه ربكه شوي ترفع ضغطنا يا فهد انت شوي لا والله بالعكس الحمد لله ابو عبد الله قاعد يغمز منك ما خلي حركات طبعا ما فينا خاسر اكيد زملائي كلهم منيف الشهراني كان من افضل مني بكثير فربما التصويت ما خدمه التوفيق لبقية زملائي هذه أخلاق الكبار دائما شكرا لك يا خالد الشلوي وبالتأكيد راح تكون معنا بعد قليل إن شاء الله طيب الآن مصير رامي السلمي وخالد الرشيد بيد لجنة الحكام بيد صالح الداود ومنصور الجبرتي وعبد العزيز الغيامة الحلقة الماضية صالح الداود كان آخر واحد يعني كان اختياره لا يقدم ولا يأخر في المتسابق اللي أبقته لجنة الحكام اللي كان هو منيف الشهراني اليوم لا بنخلي قرار صالح الداود هو المحك في هذا الموضوع وأبدأ معك منصور والله بالنسبة لرامي رامي يمتلك كاريزما بصراحة يعني جميلة جدا حضوره على الشاشة رائع جدا إمكانياته عالية خالد نفس الشيء يعني وصل بإمكانيات يعني جيدة لكن القلق عنده عالي جدا التوتر عنده عالي فبالتالي أحيانا يأثر عليه أتمنى يكون أهدى من كذا يعني لما جاء المايك يمكن قبل الهواء كان في المايك موجود بين الزملاء الأربعة الضيوف كلهم يعني كل واحد عطى المايك الثاني ما حد كان حاب يحتفظ بالمايك عشان ما يكون الأول في الأخذ والعطاء بس خالد أنا عجبني شلوي إنه استلم المايك وخلى المايك معه يعني عنده ثقة وعنده رغبة أتمنى تكون رغبتكم دائما عالية جدا حضوركم عالي جدا جرأة موجودة مهما كان التوتر عندك عالي تقدم أخطو خطوة التلفزيون يحتاج للجرأة وأنتوا اثنينكم تمتلكون يعني إمكانيات عالية أتمنى تكون دائما الجرأة حاضرة معكم اختار يلا رامي السلمي او خالد الرشيد انا ودي اغير آلية التصويت ودي انك نكتب كتاب الارقام الاسماء على ورقه عشان ما يصير ايش عشان ما يختارون يعني اثنين لا يختارون اثنين ويبقى واحد اي عشان ما يصير اوكي الحلقه الجايه او اللي بعدها انا اختار اليوم هامشي انا اختار رامي تختار رامي السلمي اذا منصور الجبرتي يختار رامي السلمي طيب صالح الداود والله فهد شوف يعني خالد شاب يتقبل أشوف أنا قاعد يتقبل الملاحظات وسعيد بالمشاركة ممكن هم خالد ما كان يتوقع أنه بيوصل هذه المرحلة ولكن أنا هني خالد صراحة أنه وصل إلى هذه المرحلة ويحاول يطور نفسه ويحاول أنه يعني ينافس بقوة في نفس الوقت ما أبغى أظلم خالد وأقول له أنت أفضل من رامي لأن رامي سجل حضور من أول حلقة إلى الآن وهو قاعد يسجل حضور جدا رائع أنا قلت لك منافس قوي فلذلك لا أبغى أظلم خالد ولا أبغى أظلم رامي أمامي اثنين يجب أن أختار واحد فيهم أنا أختار رامي حتى ما أظلم خالد وخلي رامي أو أظلم رامي وخلي خالد يكون فرضا يعني يكون متفوق على واحد بصراحة أقوى منه وأجدر منه بأنه يوصل إلى المرحلة إذن اختيار صالح الداود رامي السلمي إذن رامي السلمي هو المتأهل الثاني في حلقتنا لهذا المساء
نبارك لك رامي السلمي ونقول حظ اوفر وهارد لك لخالد الرشيد. لكن قبل ما اسمع تعليقك ابودي اسمع اختيار عبد العزيز الغيامة. قصدك التصويت اللي ما ينفع الحين؟ يوم لك يوم عليك. ابو حمد الله يشوف، اعتقد الزملاء يعني وفقوا في الاختيار، اختيار رامي يمكن من النجوم المميزين فرسان برنامج صوتك صورة على مستوى المنافسة بين مع زملاء. خالد عنده إمكانيات وعنده قدرات، أنا ما أتمنى أنه مثلا يصاب بالإحباط لأنه فقط خرج من في دور حاسم جدا هو دور نصف النهائي. أتمنى منه أنه يواصل ويعمل، نبغى نشوفه يمثل دور أو صوت الشمال في البلاد من خلال الصوت إعلامي، وهو يملك هذه الإمكانيات، يملك القدرات، عنده الحس وعنده القدرة على إظهار ما يعني ما يملكه من 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 ثقافة إعلامية وثقافة رياضية ومتابعة أيضا كروية. أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة. بالنسبة لي رامي يعني تميز جدا. طيب خالد، خالد من لجنة الحكام فكرة اختارت رامي السلمي، ثلاث اصوات رامي، ما حصلت على اي صوت اليوم. خالد هارد لك. اول شيء الحمد لله على كل حال، يعني انا خسرت السياره لكن كسبت والله خبره من ضيوفك الكرام، كسبت معرفه اخواني والحمد لله يعني مشارك، وان شاء الله نتطور في المستقبل باذن الله. واقول لاخوي رامي الف مبروك. طيب توقعت انك تخرج؟ والله ما كنت متوقع، لكن الشكوى الحمد لله لك الحال. لا أسأل فهد السؤال الثاني، قل هل أنت تتوقع أنك تكون من ضمن أفضل ثلاثة في البرنامج؟ والله أنا كنت ما في توقع في منافسين في منافسين، لكن الحمد لله أفضل ثالث يعني وصلت هالمراحل الحمد لله على كل حال. طبعا خالد الرشيد هو يعني شارك معنا وجانا من الجوف خصيصا لهذا البرنامج، نقول ان شاء الله ترجع بالسلامه للجوف، ترجع لاهلك ومحبينك هناك بالسلامه ان شاء الله. تشرفتنا في هالبرنامج ونقول هارد لك، حظ اوفر ان شاء الله. يعطيكم العافيه وما قصرتوا، سلمنا على اهلنا. توفيق ان شاء الله. سلمنا على اهلنا في الجوف وسكاكه. السلام عليكم. يا وعليكم السلام، يعطيك العافيه خالد. رامي مبروك رامي. الله يبارك فيك. دائما في كل جوله تحضر معنا تكسب اعجاب النقاد. الحمد لله على كل حال، يعني كان اجماع من الاساتذه، ارفع المايك شوي، من أساتذة أنا تتلمذ تحت أيديهم بدون علمه. النتيجة على قد ما هي فرحتني إلا أنها تحملني مسؤولية أكبر وحمل كثير في تقديم الأفضل. إن شاء الله أكون عند حسن ظن. بالتوفيق إن شاء الله. إياك يا رب. السيارة بينك وبين خالد الشلوي. الله يكتب اللي فيها. وعندنا موضوعين بعد شوي، راح تختار أحد الكروت اللي موجودة الآن معنا اليوم، وراح تناقش هذه القضية في دقيقة ونص. أتمنى إن شاء الله التوفيق. عطى عبد الله الفراج يعطيك العافية. توترت يا فهد؟ أنا توترت والله جد، وانت قاعد جنب ما تسمع. والله توتر خالد الشلوي قلب أنا سام. اسمع كأني دكتور التخنيط قلب. لا مو قصة. لا والله نبارك طبعا لخالد الشلوي والرامي السلمي ونقول له هارد لك المنيف الشهراني، وكذلك أيضا لخالد الرشيد. هذه بالتأكيد سياسة البرنامج، طريقة البرنامج، نظام هذا البرنامج، أن نودع ناس ويبقون ناس، وبالتأكيد الجائزة ما راح تروح إلا الواحد، لكن في هذا البرنامج راح تكون هناك جائزة كبرى اللي هي عبارة عن سيارة 2015 لصاحب المركز الأول. أيضا صاحب المركز الثاني يوجد له فيه جائزة له إن شاء الله من طاقم هذا البرنامج. بالتأكيد ما في خاسر في الحلقة النهائية معنا. طيب قبل ما نبدأ عبد الله رشود، ناخذ تقرير ولا نبدأ بخالد شلوي؟ عبد الله. طيب حتى يجهزون الزملاء، ابو حمد تابعت بالتاكيد يعني هذه الاختيارات وهذا التصويت، يعني ابرز شيء لفت انتباهك من خلال المتسابقين؟ والله شوف انا وانا اشوفهم من شوي على الاستاند، انا يعني كنت احس ان السباق من البدايه تشعر فيه انه ان في تنافس وفيه نديه اكثر بين المتنافسين.
لو لاحظ منيف الشهراني من أبرز المتسابقين، ما تتوقع أنه يخرج خرج. أيضا الأسبوع الماضي يمكن الظرف الخاص بالنسبة لعبد الله صبار، أعتقد اسمه عبد الله صبار، يعني أنا كنت متفائل فيه مرة ومتوقع أنه يكون طرف في الحلقة الأخيرة أو في نقدر نسميها المباراة النهائية. تفاجأنا منه من خلال الاعتذار لظروف خاصة، إن شاء الله تكون ظروفها يعني بسيطة ما تكون صعبة جدا عليه. لذلك أنا أشوف أنه والله كان فيه تنافس قوي، حتى محمد الجبهان صحيح صراحة أنا يعني يعجبني، يعني أشعر أن عنده حاجة. لكن تعرف أنت الآن قدام الموضوع فيه تصويت، فطبيعي جدا أن يكون هناك مفاجآت ويكون فيه نتائج غير متوقعة. بالتأكيد نقول هارد لك لخالد الرشيد مرة ثانية ولمنيف الشهراني، ومبروك لخالد الشلوي ولرامي السلمي. الآن نتابع هذا التقرير عن خالد الشلوي. جمهوري العزيز، دخلت البرنامج الشيق وكل أمل وطموح أن أكون ناقد في الوسط الرياضي. بفضل الله ثم بفضل تصويتكم وصلت لما قبل النهائي. جمهوري، أحتاج تصويتكم ودعمكم لي، وهو الدافع نحو ما أصبو إليه. خالد الشلوي، رقم التصويت 106. نرحب الآن مرة ثانية بخالد الشلوي. مساء الخير خالد. مساء الخير لأساتذتنا الكرام. حياك الله خالد. خالد الله يسلمك. تيجي تختار كرت؟ على بال ما يختار الكرت، على فكرة القاء في البرومو جميل جدا. يعني كيف؟ القاء في البرومو جميل. مشروع إعلامي قادم. مشروع صوت، إمكانيات صوتية. لا بس مشروع إعلامي بجوال أعلام مع التصاير. كيف؟ التصويت بدي من الحين. لا هذا كان بيغش، يقول لي يمين ويسار. تبارك فيك إن شاء الله وفي الجميع. والله يعني أبو حامد يخوف. أبو حامد يخوف الجهذي. بسم الله. يلا. سلامة قلبك. سلامة قلبك يا فهد. الله يسلمك. موضوع غياب اللاعب السعودي عن الاحتراف الخارجي. غياب اللاعب السعودي عن الاحتراف الخارجي. طيب جاهز عبد الله؟ يلا نبدأ. طبعا نرى غياب اللاعب السعودي عن الاحتراف الخارجي شيء كبير. طبعا في عدة عوامل، أو البيئة اللي عايش فيها اللاعب السعودي هنا غير البيئة اللي عايش فيها اللاعب الخارجي. طبعا تعود العوائد كثيرة، اللي هو اللاعب السعودي هنا معتمد على اللي هو عنده بيته، عنده أهله، عنده مسؤولياته، عنده ربعه، جماعته. فتقدر تقول ما في تفرغ احتراف كلي عندنا هنا. احنا ما عندنا احتراف كلي زي ما قالوا الأساتذة وتعلمنا منهم، احتراف ورقي حتى يتأهل يكون معد إعداد كامل للاحتراف خارجيا. طبعا في عوامل، منها النوم، منها الانضباط، التمرين، طريقة الأكل. فمستحيل، يعني ما نقول مستحيل، نقول نادرا نلقى لاعب سعودي يحترف خارجيا. وحتى لو احترف خارجيا ما راح ينجح زي اللاعب الخارجي احترافه برا. فهذه ربما ترى بقى 30 ثانية نقلبها سوالف معك فهد. والله اللي ودك. إذا ما عندك شيء خلاص قل استب. ما في يعني يعني ما في أسباب. هذه الأسباب تقدر تقول أكثر الأسباب الشائعة الآن في اللاعب السعودي عدم احترافه خارجيا. طيب أسمع تعليقك أبو حمد. والله يعني أنا أعتقد يمكن الأخ خالد ركز على جهة معينة اللي هي البيئة، بيئة اللاعب السعودي هي اللي ما تمنحها أو ما تعطيه فرصة الاحتراف في أوروبا. رغم أني أنا أشوف أن يعني البيئة ما أعتقد أنها تكون سبب. يعني مثلا يعني شوف اللاعب الياباني
يعني رغم أن الطقوس في المجتمع الياباني تختلف بشكل كبير عن المجتمع في أوروبا مثلا، لكن نشوف نجاحات كبيرة في 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 أوروبا، وأيضا بالنسبة للاعب الكوري الجنوبي أيضا نفس الشيء بالنسبة للعرب العرب أفريقيا، يعني شمال أفريقيا ودول المغربية تقريبا مغرب وتونس والجزائر في حضور قوي هناك. يمكن أنا بالنسبة لي أشوف أنه ما لامس يعني الواقع أو الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى عدم احتراف اللاعب السعودي في 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 أوروبا. في أسباب كثيرة جدا، أنا أعتقد يمكن من أهم الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى عدم تأهل أو عدم احتراف اللاعب السعودي خارجيا المادة. يعني اللاعب السعودي هنا مرتاح، ما يبغى يستلم أكثر من لاعب الأجنبي. إذا يعني إذا اللاعب السعودي هنا يأخذ 5 مليون 7 مليون، هناك ما راح يأخذ ولا 400 ألف دولار، يعني حتى 400 ألف دولار كثير عليه. طيب أبو فيصل. خالد شف، يعني مشاركتك الآن الدقيقة ونص هي كانت أقل من دقيقة، وأخذ دقيقة و هو دقيقة وثواني كم دقيقة أنا أعتبرها غير موفقة بالنسبة لك نهائيا، ولا يعني تتناسب مع العطاء اللي أعطيته في الحلقات القادمة. ما أعرف أنه هذه يعني تشوف الموضوع وترجع تقدمه في ظرف يمكن 10 ثواني، ما يكون في مجال للتهيئة، بس توقع أنك مريت يعني في دور الثمانية بشيء شبيه، فدخلت أجواء أكثر. يعني مشاركتك أنا بقيمها في 3 فقرات. المقدمة ما أعطيت مقدمة يعني كانت موفقة، قلت أنه شيء كبير مثلا، وما عرفت أنا وين مقدمتك اللي أنت بتدخل فيها للموضوع. المتن أيضا قلت أنه مثل ما قالوا الأساتذة، أنا أتمنى أنه تبعد عن استخدام هالمصطلح لسبب بسيط، أنه أنت المفروض أنه أوكي تستفيد من آراء الآخرين، ما في أي مانع من ذلك، لكن يفترض أنه أنت يعني تحاول تبني رأيك بناء على رؤيتك الشخصية من خلال خبراتك وقراءاتك اللي أنت يعني طيب تتمتع فيها. أيضا ما كان في خاتمة conclusion، ما أعطيتني في النهاية الفكر حقتك في الخاتمة حقتك وين، فأنا ما فهمت أنت وين وجهة نظرك الحقيقية، الزاوية اللي أنت أعطيتنا منها الموضوع. طيب أبو عبد الله. طبعا خالد مدحنا قلنا واثق من نفسه، صح ولا لا؟ يمكن هو ما سمع الكلام اللي كنا، أنه واثق بيطلع بيتكلم بيطرح وجهة نظرة أو فكرته في هالموضوع. أعتقد خالد ما وفق. ليش؟ لأنه حصر موضوع عدم نجاح اللاعب أو عدم نجاح احتراف اللاعب خارجيا السعودي، ما أعطاني المسببات. تكلم على بيئة، صح في نقطة مهمة ذكرها، أوكي أن اللاعب يتأثر ببيئته، يعني بعضهم يفقد أهله لو سافر، قالك غربة رجع هذه أوكي. طبعا صار ما احترف خارجيا. أي نعم لا احترف في السد. السد قطر. لا يعني مستحيل. طيب خالد كان عندك موضوع تسويق، موضوع أنظمة، موضوع عائد مالي، التحفيز من الصغر، ما خالد وين معلوماتك؟ هل أنت ارتبكت بعقول يا خالد في المرحلة دي؟ لا هي من المسألة، من مسألة ارتباك. أنت تتكلم معي أبو عبد الله الآن لأنك أنت أول حاجة تفوقني بقدراتك كثير، ثاني حاجة أنت تتكلم بأريحية كاملة والموضوع صح عارف. صحيح. أنت تعطيني دقيقة تبغاني أتكلم بإيجاز في الموضوع. دقيقة ونص. دقيقة ونص. تعطيني الدقيقة ونص هذه الموضوع هذا لو تعطيني إياه على أريحية تامة، ما في دقيقة ونص أبتكلم لك ربع ساعة كاملة بما فيها العائد المادي، بما فيها النفسي، بما فيها التطوير، بما فيها التكوين، بما فيها الأنظمة. عطني 10 دقائق وأنا أعطيك الموضوع كامل من الأول. لكن دقيقة ونص وجاينك بعد فرز فايز ومهزوم، أنا أعرف بعد توتر دور بعد توتر فيها شوية. نتمناك إن شاء الله التوفيق خالد الشلوي. يعطيك العافية. بالتأكيد راح تكون معنا أيضا حاضر في الحلقة النهائية. خلاص البطل يا أنت يا رامي السلامي، كلنا إن شاء الله أبطال. بالتأكيد. شاكر لك أخوي فهد وشاكر ونكرر الإشادة بإمكاناته الصوتية. إيه ونكرر أيضا مشروع أيه. إعلامي قادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك خالد. الله يعطيك العافية. شكرا طبعا. الآن نتابع هذا التقرير التعريفي عن المتسابق الثاني معنا اليوم رامي السلمي. شدتني فكرة البرنامج القيمة وقررت المشاركة به، كوني أحب المجال الرياضي وأطمح أن أكون ناقدا به. بسببكم بعد الله وصلت للمرحلة ما قبل النهائية، وكلي أمل بالله ثم بكم بأن تحققوا لي حلمي. رامي السلمي 110.
نرحب رامي السلمي المتسابق الثاني معنا اليوم. مساء الخير مره ثانيه رامي. مساء النور. هلا وسهلا. يلا نختار. بسم الله. ما بقي لك كرت واحد. بس رامي قدامه خيارين، اما ياخذ سيلفي مع خالد اما ياخذ سيلفي مع السياره. تعطينا الموضوع رامي. عدم نجاح المدرب الوطني مع الأندية السعودية. الموضوع هو عدم نجاح المدرب الوطني مع الأندية السعودية. طيب. جاهز؟ بسم الله. يلا معك دقيقة ونص. طيب يلا تفضل. طبعا عدم نجاح أنا ما أشوف أنه فشل فشل كامل. نتذكر 2003 خالد القروني حقق الدوري مع الاتحاد، أو 2003. احنا عندنا مشكلة فشوف الإدارات الأندية دائما فشل إدارتها كبش الفداء يكون المدرب، إضافة إلى الإدارة نفسها ما عندها فكرة إنه في مدرب مرحلة وفي مدرب إعداد. دائما يأتي المدرب الوطني كمدرب مرحلة، بعد كذا يجدد معه، بعد كذا يفشل فيكون كبش الفداء. حتى حدث مع خالد القروني أيضا مع الاتحاد في الموسم الماضي، أهل الاتحاد إلى آسيا، جدد معه، أخذ المعسكر، ما نجح في المعسكر في هولندا، خرج من آسيا وتمت إقالته. أنا أشوف إنه الفرصة ما أخذت، ما لم يصبر، لم إدارات الأندية لم تصبر على المدرب الوطني. في كفاءة عالية نشاهد الآن مدرب المنتخب البدين، قبله ناصر الجوهر، عبد العزيز الخالد، محمد الخراشي، خليل الزياني، أسماء كثيرة لها حققت إنجازات كبيرة جدا. هم فقط يحتاجون إلى صبر. حتى نشاهد سامي الجابر، لو أنا أشوف إنه لو استمر في مع الهلال ممكن يحقق آسيا، تمت إقالته. هم فقط يحتاجون إلى صبر أكثر مما أعطوا، أنهم يصبرون عليهم ويطورون أنفسهم. حتى بعض المدربين المبتدئين يطور نفسه، يدرس مثل ما فعل سامي الجابر، وبإذن الله سيصل إن أتيحت له الفرصة. أنت الوقت خلاص. طيب يعطيك العافية رامي. أبدأ معك أبو حمد. والله شوف، يعني أعتقد أن أدائه كان جيد في يعني المسببات. هو طبعا يتحدث يقول أن لا، المدرب الوطني لم يفشل لأن أساسا لم يمنح فرصة في اختياراته. عدد بعض النجاحات لبعض المدربين مثل خليل الزياني مع فريق الاتفاق، جاب بطولة الدوري مع المنتخب. لا، احنا نتكلم عن الأندية تقريبا. بالتالي خليل الزياني عمل 83 قادر الاتفاق لأول بطولة في الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي الممتاز بدون خسارة ذيك الفترة وبدون خسارة. أيضا بالنسبة لنجاحات بعض الأسماء التدريبية، في يمكن أنا ما سميها نجاحات لأنه أساسا هم جو فترات مؤقتة، مثل خالد القروني مع الاتفاق مع الاتحاد تقريبا يمكن عام 2002 او 2003 في بطولة السوبر او لا في الدوري الدوري. في الدوري. فاكثر المدربين السعوديين اللي يحضرون في هذه الاوقات يكونون مدربين طوارئ، فنسب النجاح لهم اعتقد يعني في اجحاف حتى ايضا للمدربين المقالين، يعني لان المدرب المقال هو يمكن فشل في فترات معينه. بالتالي انا يمكن اختلف معه في مساله ان هذه بعضها تنسب، بعض النجاحات ما تنسب للمدربين الوطنيين. اتفق معه في مساله ان المدرب الوطني في الغالب لم يعطى الفرصه الكامله، رغم اني انا عندي قناعه ان المدرب الجيد هو الذي يفرض نفسه سواء كان وطني او اجنبي. اكيد. طيب ابو عبد الله. طبعا أخي رامي تسلسل بنقاط بصراحة رائعة جدا. عندما يقول لك لم يفشل فهو شيء وصل لك أنه ما أخذ الفرصة، وذكر في أكثر مرة عدم الصبر والصبر والصبر وهو صادق. من ضمن النقاط اللي جدا لفتت نظري فشل الإدارات الأندية. برافو رامي يوم يقول لك فشل إدارات الأندية، يعني أقرب شيء أقرب حل لهم أو أقرب زي ما كبش فداء اللي هو المدرب. صحيح مدرب وطني ما دربوا الأندية كثير ولا في الدرجة الأولى مدربين كثير، ولكن من ضمن المسببات أنه ما يأخذ مدرب الوطني فرصة أنه إدارات الأندية أصلا ما عنده الفكر ذكرها. ونقطة ثانية برضو لفتت نظري في كلام رامي وهي تتعلق بمدربين مرحلة. يمكن رامي أخذ مصطلح مرحلة ولا هو نحن نقولها دائما طوارئ. زين، ف جدا اقنعني رامي.
أبو فيصل؟ أنا بكمل مما انتهى إليه، كونه يستخدم مصطلح المرحلة ولا يستخدم مصطلح الطوارئ، هذا أعتبر أمر جيد أنه عنده مفرداته الشخصية اللي يقيم فيها الأمر. أيضا هو اتبع يعني استراتيجية جيدة، الهرم المقلوب أعطى الليد في الموضوع، أعطى وجهة نظره أو القمة الدرامية في الرأي، وبعد كذا بدأ يسلسل ويبرر أو يستشهد. مشاركته تذكرني بمشاركة منيف الشهراني في الحلقة الماضية، كانت مشاركة يعني كان الحكم كانت مشاركة يعني ثرية، ونتمنى إنه ما يكون مصير منيف، رغم إنه إحنا نتمنى التوفيق للاثنين، ونتمنى إنه يعني الفائز فيهم يعني يوفق في كأس آراء الجمهور إن شاء الله. أنا طبعاً تسلم. أنا أخذ برضو المسألة إنه ما حضر، إنه تفاجأ بال وفي توتر بالتأكيد زي يعني أنا قارنه برضو بخالد الشلوي في مرة، أقصد أنا في التوتر يعني شوف فرق انه رامي انت تلاحظ انه متوتر؟ لا لا انا اقول لك رغم انه نفسهم عاشوا نفس الوضع بس رامي ما كان متوتر وخالد متوتر. خالد كان متوتر رغم انه العكس بدايه الحلقه اللي كان متوتر والرامي، بينما خالد كان واثق ثقه عاليه جدا، اداء هادي جدا واقرب الحال في عين جت خالد من وين؟ العين ممكن من اللجنه، ممكن من المذيع، ممكن من المعد. لا في نقطه معلش ابو فيصل على رامي، ما شاء الله المعلومة الاستشهاد تكلم بالمعلومة يعني استشهد يعني يمكن ما لحق على الزيارة. بس عبد الله إذا إحنا بنتحدث عن الثقة، أنا أعتقد يمكن رقم واحد بالنسبة لي الأكثر ثقة في نفسه الأخ رامي، يليه في ذلك خالد شلوي، منيف وزميل خالد الشهيد يمكن أكثر اثنين متوترين، واضح جدا انهم متوترين. محمد الجبهان الاسبوع الماضي هو قبل ثلاث ايام اربعه محمد الجبهان وفي واحد الرابع منهم ساري الغامدي ابانمي يمكن، وساري كان متفاجئ انه لانه كان واثق من نفسه انه بيتاهل. فانت يوم اعطيته اشرت الى انه هو اقل الخاسرين انصدم، ما توقع هذا الشيء. انا انصدمت والله انصدمت يعني بصراحه، انا ما كنت متوقع انه يخرج على طول من اول ساري وايضا محمد الجبهان ومحمد الجبهان ما كنت متوقع انهم يعني يمكن يعني لو نسوي مفاضله ما اعتقد ان اكيد بيكون احد الاربعه اللي موجودين اليوم. عبد العزيز بالتاكيد احنا نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. في اسماء والله طلعت من بدري صحيح، في واحد اسمه العشماوي اعتقد اسمه العشماوي حمزه العشماوي، انا قلت هذاك بجد بكسر الدنيا، ما انا كنت موجود معاك قلت ذاك اليوم قلت هذا بكسر بس تصويت. بس هي اشبه ترى بنصف النهائي دائما تخرج فرق كبيره مفاجئه في ربع النهائي. بس اعتقد رامي مو مفاجئ، رامي عبد الله صبار عبد الله صبار بس رامي نبغى يكلمنا عن تجربه سامي الجابر بس في 30 ثانية يكلمنا عن تجربة سامي الجابر. يلا في 30 ثانية رأيه في تجربة سامي الجابر التدريبية. التدريبية على اعتبار تكلمت عن المدرب الوطني، هو واحد من أهم المدربين أو من أشهر المدربين الوطنيين. سامي الجابر اشتغل على نفسه كثير، كون توليفة ممتازة جدا خصوصا في المنطقة الخلفية في الهلال. كان دفاع الهلال قبل سامي الجابر تقريبا متهالك في المنطقة الخلفية، استقطب كواك في الاختيارات، ديغاو، سعود كريري، فكون دفاع قوي جدا يمكن اقوى من الهلال هجوميا كمنظم خصوصا في التنظيم الدفاعي. احيانا ممكن يجيب لك اسماء ممتازه فيكون التنظيم بينهم سيء جدا. نجح ولا فشل سامي؟ انا اشوف انه نجح. نجح في الفتره اللي غير شكل الفريق. طيب انا اتمنى لك ان شاء الله التوفيق رامي، وياك ان شاء الله، اتمنى ايضا انك تنجح معنا في هذا البرنامج انت وزميلك خالد الشلوي. اللهم امين، فالك التوفيق ان شاء الله. وياك. موعدنا متى؟ الاحد باذن الله. الاحد يغيب ها؟ ان شاء الله باذن الله الساعه 9 بالليل بالتاكيد. والتصويت راح يبدا ان شاء الله من الان وحتى حلقه الاحد القادم. بس نذكر رمز التصويت شباب لرامي، يعني انه ما لنا 110 رمز التصويت لرامي السلمي، وبالنسبه لخالد الشلوي رمز التصويت الثلاثي 106 رمز التصويت لخالد الشلوي. شكرا لك رامي السلمي. على خير ان شاء الله. احنا بنذكر رامي بس انه خالد الشلوي كان يتساءل السياره عادي ولا اوتوماتيك. بس رامي الظاهر يفضل اوتوماتيك. لا لا انا افضل انه قيمتها. انا اقول جيب الميداليه عادي يعني. يعطيك العافيه بالتوفيق رامي. وياك يا رب. دعونا الان نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن كواليس لبرنامج صوتك صوره مع الزملاء في طاقم الإعداد، نتابع.
انا احب ارحب فيك على شاشه سعوديه رياضيه. اهلا وسهلا. طيب عبد الله رشود، وش رايك في برنامج صوتك صوت؟ والله زي ما انتم شايفين معلومه جديده. والله البرنامج الحمد لله يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله انه وصل لو ان شاء الله جزء من الرساله اللي او الهدف من وراء هذا البرنامج اللي هو اكتشاف مواهب جديده في عالم النقد الرياضي والتحليل الفني، فان شاء الله شادين حيلنا. وش سالفه تقييمك للمشتركين؟ انا سمعت انك تقيمهم كذا بطريقه خاصه، وش سالفته؟ والله ما ادري من اللي مسرب هالمعلومات، لا بس انا احط يعني احط جدول واعطي كل يعني كل نقطه في، لانه انا حاط عده معايير، كل 5 أو 6 معايير كل معيار احط له يعني مجموعه من الدرجات، بحيث انه يعني يكون تقييمك نوعا ما يعني حقيقي يعني مش رايي شخصي يعني. بصراحه هو كان ركض متواصل برنامج صوتك صوره، وشعارنا المعروف يعني طريقك نحو الشهره، فاكيد في بعض المشتركين هنا شقوا طريقهم نحو الشهره عن طريق برنامجنا ان شاء الله، حيكونوا في يوم من الايام لهم وقع في باقي البرامج. أبيك تعطينا رايك عن البرنامج وعن المشتركين وعن عقليات المشتركين اللي معنا. الله يسلمك. طبعا شهادتي اكيد بتكون مجروح لاني انا احد المشاركين، نعم، وتشرفت ان الاخوان طلعوا الثقه اني اكون موجود مع الاخوان في اللجنه، وفيه جو صراحه الجو كان جو رائع جدا. دخلنا مرحله اللي هم عاد شيء الدسم صح ثقيل. نعم قول اليوم راح ساعد يعني صار برنامج جديد. لا شوف ساعد في ميزه، ساعد ساكت 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 هادي كذا ابو مسفر زين، ثم اذا قرب البرنامج ينفجر. فجاه ينقرب عليك ابو مسفر يتغير 180 درجه. طيب انا بقول لك كلمه واحده وبترك لك سعد العريم. مجموعه انسان سعد العريم. والله هو قال مجموعة إنسان، أنا أقول له كل الأماكن مشتاقة لك. الله أكبر. ما قلت لك سعد العريم بدون تعليق. سعد العريم. استغفر الله يا ربي، وش أقول في هذاك الإنسان؟ هذاك تعقدت أنا نفسيا وبدنيا وذهنيا. الساعة 6 الصباح يرسل لي يا صالح موعد الحلقة، ويعطيني مدري مواضيع، ويا صالح ويا صالح. قلت سعد 6 الصباح الله يرضى عليك. سعد العريم. سعد العريم مدرسة، هذا في المقام الأول، وفي المقام الثاني رجل الحزم الأول. مشكلته ما يمزح في الشغل، هذه طبعا مشكلة، لازم الواحد شوي يمزح وياخذ يعطي. سعد العريم ما يمزح في الشغل. والله مثل ما تشوف يعني أجواء دائما المطبخ اللي على قولتهم المطبخ يكون قبل الهواء بنص ساعة، طبعا هو أكيد في تنسيق من قبل، لكن اللمسات الأخيرة تتضح قبل البرنامج وقبل الهواء بربع نص ساعة، أكيد إن يكون في شوي دربكة مثل ما أنت شايف. تشوف اليوم ها ودي بس مصورنا ياخذ صورة على المايكات، برنامج فيه 1000 ضيف مو 7 ضيوف. بخصوص أنك تتكلم عن المتسابقين، مين أفضل المتسابق أو اسم؟ عطني اسم إلى اسمين استمتعت وانت تسوي معاه لقاء روبرتاج. طبعا هو تخاف انك تذكر اسم يزعلون الباقيين، بس انا من اشوف من الثمانية اللي سويت معاهم سويت اربع اشخاص سويت معهم تقارير. شخص واحد اللي هو ختمت فيه يعني هو اللي كان للأمانة مبدع في اللوكيشن، مبدع جاهز جاي بدري يعني وضعه ماشي. عدت معاه التقرير، ليش اقول اسمه ليش اقول انه هو الافضل؟ هو عبد الله الصبار. انا دوري الحين بسالك. انا بسالك الحين. انا ابغى اعرف وش سر القميص الازرق اليوم. والله اليوم عشان تشيلسي ان شاء الله حسم الدوري زين ونبطل الدوري، عشان كذا لسه شفت. طبعا انا ارسنالي وانت تشيلساوي. كيف تقول تشيلسي حسم الدوري؟ لسه ما حسم الدوري خلاص، ما في منافس الدوري الانجليزي هالسنه، ما في الا غير تشيلسي انا وتشيلسي، وفي النهايه الحين بادي ها يمين ويسار. اسمعني نبي نسوي تحدي، اذا اخذ تشيلسي اللقب تعزمني على العشاء، واذا اخذ مانشستر خلاص اوكي بنجيبك، واذا اخذ مانشستر سيتي اللقب
زين انا عزمك على العشاء. طيب شوف انا بقول لك شيء، اذا فاز مانشستر سيتي اللقب زين اعشي اي واحد يشوفه. تصريح قوي، اي واحد يشوف هذه الكواليس بيتعشى على حساب عبد الله المطوع. ترى بعلن في تويتر وين المطعم، والله لا تجيبهم على حسابك. طيب بخاري كويس. شكرا للزميل عبد الله المطوي على هذه الكواليس، بالتاكيد هذه اجواء فريق برنامج صوتك صورة من خلال الحلقات الماضية. أيضا لا ننسى أن نشكر زميلنا سعد العريم رئيس تحرير هذا البرنامج السابق اللي كان معنا في فترة ماضية واللي بالتأكيد نتعلم منه دائما الشيء الكثير. نقول نتمنى له إن شاء الله التوفيق في حياته العملية القادمة مع مجموعة MBC. بالتوفيق إن شاء الله أبو مسفر، وبالتأكيد وحشتنا في هذا البرنامج. وصلنا الآن إلى اللوحة الأخيرة في برنامج صوتك صورة لهذا المساء، نتابع. رامي السلمي رمز التصويت 110. وصلنا الآن معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الأعزاء عبد العزيز الغيامة، شكرا لك أبو حمد. حياك الله. منصور الجبات، شكرا لك يا أبو فيصل. شكرا لك، استمتعنا بنصف النهائي كثير. حياك الله. شكرا لك كابتن صالح الدود. شكرا لك وتصبحوا على خير. يعطيك العافية أبو عبد الله. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم الدائمة والمستمرة لبرنامجكم صوتك صورة. موعدنا إن شاء الله في الحلقة النهائية وفي الحلقة الختامية لهذا البرنامج يوم الأحد القادم في تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء.